في ظل الأوضاع التي يعيشها الأسير جيفارا؟ للأسف إحنا ما عنا أي أخبار عنه، لا صحية ولا أي إشي. من أيام، من يوم الخميس كان زيارة المحامي الأخيرة، ومن وقتها إحنا ما عنا أي فكرة عن أي إشي عنه. نتمنى إنه هو يكون بخير وإنه ما يكون صار عليه أي ضرر نعم. أو خطر معين. آخر مرة كانت في الاتصال والتواصل سيدة داليا متى بالضبط؟ يوم الخميس كان المحامي عنده وحكى إنه هو بوضع صحي قاعد بتدهور وبزيد سوء يوم عن يوم، وإنه هو يعني بحاجة لنقل المستشفى، وهو قدم طلب المحامي بس ما توافق عليه. نعم. طب يعني حتى هذه اللحظة ظروف الاعتقال كما تصل لكم، ربما من يعني المحامين، ربما من جهات الاتصال والتواصل، كيف تبدو مع الأسير جيفارا؟ يعني ألا يتم الاتصال والتواصل مع المحامي، مع هيئة شهود الأسرى والمحررين؟ نتواصل مع كل الجهات المعنية، والمحامي هو محامي الهيئة، هو اللي بزوره. بس الزيارات كل ما تقدم الأسير في الإضراب بصير صعبة، عشان إدارة السجون معنية إنه هو ما تخليه يشوف حدا، معنية إنه تحطه في وضع نفسي عشان ييأس ويفك إضرابه. فمتوقع إن هي مش راح تقبل زيارات المحامي بشكل كبير يعني. كم يوم الأسير جيفارا مضرب عن الطعام حتى هذه اللحظة؟ هذا اليوم 20 من الإضراب. جيفارا له 20 يوم مضرب عن الطعام. وانتم ما بتعرفوا اي اخبار لا عن صحته ولا عن وضعه ولا عن اي شيء بيتعلق فيه؟ لا للاسف، لانه لما يعلن اضرابه بنزل على الزنازين، فبفقد التواصل تماما مع العالم الخارجي، يعني حتى ما بتواصل مع الاسرى اللي في السجن اللي هو فيه، ما بيكون حتى عنده راديو، ما بيعرف اخبار برا، ما بيعرف ولا اي شيء عن الدنيا. نعم. بالإضافة، ماذا عن الالتفاف الجماهيري سيدة داليا؟ يعني شاهدنا ضمن التضامن من قبل المواطنين وفي الاعتصام، يعني كنت قد تحدثت بخصوص الإعلان عن الإضراب الجزئي تضامنا مع زوجك الأسير جيفارا، وهل بصراحة تعتبري أن هذا التواجد الجماهيري هو أداة ضاغطة من أجل تحرك المؤسسات الحقوقية، تحرك أيضا وبذل جهود أكبر من قبل هيئة شؤون الأسرى والمحررين وكافة المؤسسات الشريكة في هذا الموضوع؟ أكيد كل جهد بيبذل بهذا الموضوع هو ضغط. كل كلمة بتنحكى هي ضغط. أنا بآمن إنه إحنا كلنا ممكن نغير مع بعض. بآمن إنه ببساطة إحنا خلال دقيقة وإحنا قاعدين في البيت بأريحية بنفتح الفيسبوك أو شو كان الموقع اللي إحنا دائما بنقعد عليه، بنكتب عن الأسرة، بنكتب إنه في أسرة مضروبين عن الطعام. صحيح صحيح. بنكتب إنه في هدول إلهم قصص، هدول في إلهم أهل قاعدين إيدهم على قلبهم، خوف عليهم. فإحنا بنوصل هذا الصوت للعالم، نحكي إنه في إشي. فالمؤسسات هي بتصير تتحرك لما إحنا نشكل ضغط على مواقع التواصل الاجتماعي، لما يصير اسمهم ترند، لما يصيروا الأسرى ترند في كل مكان. صحيح. اللي ما بيعرف عنهم بصير يدور، بصير يقرأ، بصير يعرف عنهم، بصير برضو يشكل ضغط إضافي لحد ما احنا نوصل ان شاء الله للإفراج عنهم. نعم. اجمالا نتمنى ان شاء الله ان تبشروا باخبار سارة حول الأسير جيفار، وان يكون بصحة وعافية، هذا اهم شيء، ونأمل كل الخير له ولكل أسرانا وأسيرتنا، الفرج القريب والعاجل لأسرانا. اشكرك جزيل الشكر السيدة داليا النمورة، زوجة الأسير جيفار النمورة، المضرب عن الطعام لليوم 20، وهي المضربة عن الطعام اضرابا جزئيا. نواصل المشوار الصباحي مع حضراتكم وضمن أيضا فقراتنا ومشاركاتكم.